مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية، كما عودتكم الحقيقة الدولية في الحدث أولا بأول، نحن الآن موجودين ضمن المنطقة الحدودية وقرب معبر حدود جابر. قبل قليل كان هناك سقوط لقذيفة داخل الحد الأردني ضمن الساحة الجمركية، ولم يكن هناك إصابات، فبل أحدثت يعني أضرار مادية كبيرة جدا ضمن المركز الحدودي الأردني. لم يكن هناك أي إصابات كما أسلفنا. جيش النظام يحاول بين الفينة والأخرى محاولة السيطرة على منفذ نصيب السوري المقابل إلى منفذ جابر الأردني. منذ ما يقارب العامين كان هناك سيطرة للفصائل المسلحة على منفذ نصيب السوري المحاذي لمنفذ جابر الأردني، وأيضا على المنطقة الحرة المشتركة التي هي أمامنا تفصلنا عنها أمتار. بالفعل الفصائل المسلحة يعني قتال مستمر ما بين الفصائل المسلحة وجيش النظام. قبل قليل كما حدثنا عدد من المواطنين والقاطنين ضمن المنطقة الحدودية منطقة جابر السرحان، أكدوا للحقيقة الدولية أن قذيفة سقطت ضمن المنطقة الحدودية داخل الساحة الجمركية، هرعت كافة الجهات المعنية مثل بالدفاع المدني وكافة الجهات المعنية إلى موقع سقوط القذيفة. لم يكن هناك حسب ما أكد لنا مصدر أمني للحقيقة الدولية، لم يكن هناك أي إصابات، بل كان هناك أضرار كبيرة جدا داخل المنطقة الحدودية الأردنية. كما تشاهدون الآن ما زال أثار القذائف التي سقطت ضمن المنطقة الحرة المشتركة ضمن المنطقة الحدودية داخل الأراضي السورية. هذه يعني ألسنة الدخان تتصاعد الآن في المنطقة القريبة من حدود جابر داخل الأراضي السورية، ولكن يعني مواطنين أكدوا للحقيقة الدولية أيضا أن القتال ما زال مستمر داخل الأراضي السورية، وهناك قصف عنيف من جيش النظام إلى المنطقة الحدودية منطقة نصيب السورية لمحاولة السيطرة عليها من الفصائل المسلحة. لمزيد من إلقاء الضوء على ما يحدث وما يجري على الحدود الأردنية نلتقي مع مدير منطقة جابر. يا ريت تحدثنا عن اسمك. خلف نعيم، مدير منطقة بلدية جابر السرحان. الله يعطيك العافية. عفاك الله، أهلا وسهلا فيك. لو تروينا شو اللي صار يعني قبل ساعة وساعتين من خلال سقوط قذائف داخل المنطقة الأردنية. أخي كما أسلفت أنت قبل قليل أن قوات النظام السوري تحاول استعادة المعبر نصيب السوري من الفصائل المسلحة، وبالتالي في هذه الآونة تدك هذا المعبر بقذائف بالطيران السوري بالبراميل والقذائف الأخرى. وبالتالي اليوم أحدثت قذيفة قريبة جدا من المعبر الأردني، مما سبب هناك أثار سلبية نفسية على المواطنين، ثم تكسر أحد المراكز الصحية في مركز صحي مركز جابر الحدود ومركز الدفاع المدني. طبعا هنا في جابر لم تحدث إصابات، في بلدة جابر الإصابة سمعنا أن هناك جرح أحد الممرضين جراء انكسار زجاج يعني. نعم، هنا في جابر تصدعات وشققات في المنازل وضرر نفسي للأطفال خاصة. نعم. قبل العطلة الصيفية تم هناك تعطيل المدارس. نعم. في جابر السرحان لمدة يوم كامل. نعم. خوفا من الأثار السلبية. نعم. نتيجة القصف العشوائي الذي يحدث في منطقة جابر. شكرا سيدي. أنا أرى أخي العزيز يعني عنده ملاحظات، وخصوصا حياة كل يومية وحياة كل ليلية، كيف؟ احنا يعني عدم المؤاخذة يعني عايشين بحالة رعب مستمر. أنا عندي أطفال يومي يعني الساعة واحدة ثنتين بعز النوم يعني تلقانا بهرب بخوف دائم، وبيوتنا الآن يعني إلى السقوط، يعني نتوقع بيوتنا بين الفينة والأخرى تسقط جراء القصف الشديد جدا يعني، شايف، وقريب منا جدا القصف، يعني ما يبعد عننا تقريبا 300-400 متر فقط، والآن عندنا شبه صدمات للأطفال، شايف، يعني عندي أطفال صغار جدا ويمضوا طول الوقت يتبكون، وإحنا نشاهد المسؤولين بهذا الوقت أنه بيوتنا الآن شبه خربانة، شبه بدها تسقط يعني. يا سيدي إن شاء الله نكون هناك حلول. أخي يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. عقل المدالج من جابر السرحان. كيف أنت شايف الأوضاع؟
والله انا قاعد احكيها هاي المره الثانيه، اناجد المسؤولين انه بس يجي يشوفوا الاطفال لما تنزل قذيفتها لليل والناس نايمه، كيف ولده يصير يتعبطوا ويبكي من الصياح من صوت القذيفه. لكن احنا ناجد المسؤولين، المره هاي اجت الحمد لله سليمه، المره الجايه والله ما تجي سليمه. يا اخوان والله العظيم يا مسؤولين، والله العظيم احنا ما احنا خايفين على حالنا، لكن احنا خايفين على يمتدوا هذولا اذا حرق شعبه مو مثل عن شعب غيره. واحنا ناشد الحكومه ان تعترف بهالي جابر ومن القذائف واصوات القذائف اللي قاعد تصلنا. نعم سيدي، الله يسلمك. شكرا. الله يحييك. مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية، كما أسلفنا القصف داخل الأراضي السورية هو قصف عشوائي بين الفصائل المسلحة وبين جيش النظام لمحاولة السيطرة على المعبر نصيب السوري المقابل لنا. كما ترون الآن معبر نصيب السوري، هناك قصف عنيف من جيش النظام إلى معبر نصيب السوري. لا نعلم هل هناك أحياء أم طبعا أموات داخل هذا المعبر المحاذي لمعبر جابر الأردني. أيضا هناك قبل قليل كان سقوط لقذيفة أو لصاروخ أو قذيفة حسب ما أكد لنا شهود عيان داخل الساحة الجمركية التابعة للجمرك الأردني، معبر جابر الأردني، كان لسقوط هذه القذيفة. لم يكن هناك أي خسائر بشرية والحمد لله، ولكن كان هناك خسائر مادية. هرعت كافة الأجهزة المعنية إلى طبعا مكان سقوط الحادث. أيضا هناك يعني كما نرى الآن ألسنة الدخان بدأت تتصاعد، لا نعلم هل هو قصف جديد الآن من قبل جيش النظام، ولكن هذه المنطقة قريبة جدا ومحاذية إلى الحدود الأردنية، يعني منطقة غرب نصيب السورية، غرب منطقة جابر الأردنية. ما زال ألسنة اللهب تتصاعد من تلك المنطقة. لا نعلم هل هو هناك قصف الآن مستمر من قبل جيش النظام، ولكن يعني كما نرى ويرى الجميع القوات المسلحة الأردنية وكافة الجهات المعنية تقف على هبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ. وهناك أيضا نرى القوات المسلحة تجوب المنطقة ويعني لحماية سياج الوطن من أي حادث يحدث ضمن هذه المنطقة الرئيسية. سنكون معكم. نعم زميلي نعم، أؤكد أن هذه ألسنة اللهب هي تتصاعد من داخل الأراضي السورية وليس من داخل الأراضي الأردنية، ولكن هي قريبة جدا من داخل الأراضي الأردنية المحاذية إلى معبر نصيب السوري. سنكون معكم أول بأول من خلال تقارير لاحقة، وسنوافيكم بأي أحداث تطرأ من خلال طبعا وحدة البث الخارجي المتواجد الآن ضمن الشريط الحدودي بالقرب من معبر جابر الأردني المحاذي لمعبر جابر نصيب السوري. كان معكم للحقيقة الدولية حسين علمات ووحدة البث الخارجي.